هو يعني سؤال بمدى واسع جدا، أما لماذا نكتب؟ فلأننا هنا، أنا موجودة، إذن أنا أكتب. هذا لا يعني أن ألغي من لا يكتب، الكل يكتبون، سواء شفاها، تفكيرا، رؤية بصرية، أحلاما، كلها كتابة. قد نختلف نحن بأننا نعيد إنتاج الرؤية بالورق ومن ثم نصدر إلى متلقي، هذا ما يجعلنا مختلفين عمن لا يجيد تسطير أفكاره ورقيا، لكنه أيضا يفكر ويتخيل ويحلم ويأمل ويخلق عوالم خاصة به، مثل ما نخلقها نحن حينما نكتب قصة ورواية وقصيدة. الكتابة ليست موهبة فقط، وإنما حلم كامل يتمنى كثيرون أن لو كان بأيديهم، لو كانوا قد استطاعوا إمساك هذا الحلم، لكن أحياناً حينما يمسكوه يتفتت، وربما يعود السبب لمن لم يجد طريقاً سوياً للإمساك بهذا الحلم الذي هو الكتابة. أنا أحب القصة القصيرة، وبداياتي كانت مع القصة القصيرة، وهي عوالم جدا مهمة، ولا تتخيل أن هناك سهولة في كتابة القصة القصيرة، بل على العكس هي أصعب من كتابة الرواية، لأن التكثيف، الإيجاز، الضربة، البنية الفنية القادرة على إيصال مجمل الفكرة بلحظة، بثانية، بحدث معين، بينما الرواية تعطيك اتساع وفصول وتحتاج بناء حالة حال المعمار. في أي لحظة وأنا أقود سيارتي، وأنا أجلس في اجتماع، وأنا أتحدث بعصبية، وأنا هادئة، وأنا أشرب شاياً، أكتب في رأسي. حينما يحين الوقت أخرج ما برأسي ورقياً، الآن أخرجه إلكترونياً بالمناسبة. لم أكن أتخيل أنني يمكن أن أكتب دون مسودة بورق وقلم، لكنني أدمنت فعلا الكيبورد، وأصبحت عالية داخل الكمبيوتر هي أكثر قربا إلي من عالية التي كانت مع الورق. فعلا أكو قصص معينة كتبتها أشعر بها أنه دائما أحب أرجع لها، مثل قصة امرأة في العراء، قصة العناق المضيء، قصص تترجمني. يقال أن الكاتب لابد أن أكو شيء من عنده داخل القصة، رغم هو يعتمد على الخيال. هذا الشيء اللي بداخله القارئ ما يعرفه، لكن القاص الكاتب يعرفه. ربما أجد نفسي بكلمة، بسطر، بلمحة، برؤية معينة داخل القصة، أشعر أني دائما في شوق إلى أن أعود إلى نفس الأجواء، نفس الهيكل اللي بنيته، حتى أسترجع ذاكرتي في لحظات الكتابة. أنا لا أستطيع أن أقول أن هناك كلمات تمثلني، ولا أكون قد حددت عقلي وحددت نتاجه بعبارات معينة أستنسخها مع كل نص، لا، بل على العكس، مع كل نص جديد هناك لغة مطواعة جديدة ومتغيرة وتشتغل بمتوالية، تعطيني صوراً وانثيالات وأفكار جديدة وكلمات ربما لم يستخدمها غيري في محلها الموجود داخل العبارة. العنوان هو أصعب مرحلة في كتابة القصة. قد تكتب القصة ويبقى العنوان يأخذ ضعف الوقت الذي كتبته في كتابة القصة، وقد يولد عنوان يبحث عن قصة. معاناة الكاتب هي ليست بالهينة، قد يتخيل الآخر أننا نسير في خط وردي وسهل وممتع، هو لا يعلم ما الذي نعانيه لنخرج له قصة قد يقرأها في ثواني لكننا نكتبها في سنوات، وهي مفارقة يعرفها فقط من ابتلي بالكتابة.